السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الجدي. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله. اكتشفوا كنت بتعاني من السحر او من النس او من التعطيل او من تابعه، معنا اخر الفيديو ان شاء الله هديك العلاج باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، فضلا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكاشف، برد الجدي، صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، في طاقة رزق، طاقة حظ، طاقة فتح باب كان معقد معاك، كان مقفول معاك. بسم الله، يعني ما شاء الله وجهكم هيكون منور، نجمكم هيكون عالي في السماء. شايف عندك هنا حدا تدخل فيها هتربح فيها بإذن الله تعالى. شايف عندك هيكون ربح، فيه ربح وفي ثقة بالنفس الفترة اللي داية. شايف هنا كمان انتوا عندكم هنا شايلين هم، شايلين مسؤولية، شايلين حمل، شايلين يعني حدا تقيل عليكم. شايف ان انتوا شايلين حمل تقيل عليكم، هتكسر الحمل ده، هتتخلص من الحمل اللي انت شايله، هتخلص من التعب اللي انت شايله بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا طريق فيه طاقات إيجابية، في طريق قدامك هتمشي فيها بإذن الله تعالى. انت داخل فيها خلاص، طلعت من اللفة العراقيل أو التعب، داخل في الطريق اللي فيها فرحة، فيها رزق، فيها السعادة ليك بإذن الله تعالى. اسمك هيلمع في مجال شغلك ومجال عملك، اسمك هيلمع بإذن الله تعالى. عندك في الشغل، انت مقدم على شغل او دخل في مشروع او مستني زيادة، انا شايف في ربح دايلك من مجهود، ربح كبير دايلك من مجهود، سواء مشروع داخل فيه او زيادة راتب او مقدم على وظيفة ديالك بإذن الله تعالى. بس انا شايف ان انتم بتيدوا على نفسكم علشان ترضوا الناس اللي معاكم، فبلاش تيدوا على نفسكم علشان ما تقللش من شأنك، علشان ما تقللش من شأنك، علشان الناس اللي انت ديت على نفسك عشانهم ما تمرش فيهم اللي انت عملته معاهم، او ما تمرش الخير اللي انت عملته، او ما تمرش ان انت ديت على نفسك علشان خاطر ترضيهم او تساعدهم. فانت هنا شايفك انت بتداري حاجات كتيرة في قلبك، بتداري حاجات. الطاقة الإيجابية هتكون عندكم مفتوحة الفترة اللي جاية، في طاقة إيجابية هتكون مفتوحة وفيها استقرار بإذن الله تعالى. عندك استقرار، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. بسم الله الكاش، الدائرة دي مقفولة، الدائرة دي مقفولة، هالخروج منها هيكون في فرحة. بس انا شايف ان انتم مقيدين، يعني مقيدين من علاقة عايزين تنفصلوا منها، عايزين تمشوا، عايزين تطلعوا منها. بس انا شايف عندكم خبر، الخبر ده متعلق بيكم، الخبر ده هيكون في فرحة كبيرة ليكم، في فرحة كبيرة لكم. سواء ممكن تسمعوا خبر خبر هيسعدكم، حاجة هتسعدكم. شايف بس عندكم حاجة عاملة لكم أذى، حاجة تعباكم، حاجة خنقاكم. شايف عندكم يعني بس بإذن الله في طاقة إيجابية، طاقة هتخليك تنتصر على ناس تعبتكم أو ناس أذتكم. لأن أنا شايف في ناس بتأذيكم، بتاكل معاكم وبتشرب لكن بتتكلم عليكم، أذيتكم بكلام كتير كسرت قلبكم. شايف في انفراجة مالية من بعد الضيق، من بعد الخنق، من بعد التفكير الكثير، في طاقة، في فرحة. انت بتحاول ماشي في النداع، بتحاول توصل، لكن دايلك الرزق، دايلك رزق انت ما كنتش تتوقعه، في رزق دايلك ما كنتش تتوقعه. شايف عندك برضو هنا في لقاء مع حد ليه سلطة، لقاء مع حد هيساعدك هيدعمك، في لقاء مع حد ذي سلطة. شايف عندك هنا في صلح، في صلح بإذن الله تعالى مع حد. بس انا شايف ان البعض منكم مطعون، طعنه مش قادر ينسى الجرح اللي هو فيه، طعنه كسرته، تعبته من اقرب الناس ليه، يعني شافك مظلوم، مكسور، مجروح، الناس دي اتكلمت عليكم بسوء. شايف ان البعض منكم عنده اطفال، يعني عندكم اطفال دايما بتشتكي من تعب او الم اسنان، او انا شايف لو انتم مودين اطفال عند الدكاتره، شايف في دكاتره بتودوها الاطفال، بتودوا عند الدكاتره، ربنا يشفيها يا رب العالمين. شايف هنا عندكم تبشرات حلوه جدا باذن الله تعالى، تبشرات فيها خير، فيها طاقه ايجابيه، في تغيرات ليكم باذن الله تعالى. شايف عندكم تغير عربيه، تغير مسكن، انا شايف عندك في تغير من مكان لمكان، في خروج سحر من بيتك،
هتخرج السحر اللي مسبب لك المشاكل. شايف انا هتخرج السحر والحسد من بيتك باذن الله تعالى، لان انا شايف في طاقه ايجابيه، طاقه، شايف بياض، شايف نور حواليك. الخزلان اللي انتم فيه واقعين فيه ده الخزلان، بس احتفظ بسرك وخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك. يعني انا شايفك انت بتدور على الحب، بتدور على الحنان، بتدور على اللي يحتويكم، بتدور على اللي طبطب عليكم، بتدور على توأم روحك. شايف ان انا في بشرة ديالك باذن الله تعالى في الوقت المناسب، بس ارمي اي طاقة سلبية ورا ظهرك، اي غدر او اي حاجة وقعت عليك او كسرت قلبك او جرحك ارميه ورا ظهرك، وادعم الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكشف. عندكم طاقة جديدة فيها فرحة، فيها سعادة ليك، في حاجة في ارض بيتك، انت عندك ارتباط قريب، في عندكم يعني اكتر حدا تغير في بيتكم في منزلكم، يعني عندكم طاقة فرحة، طاقة ارتباط، طاقة زواج، طاقة خطوبة. ان شاء الله تتخطب يا سميرة وتريحينا، ان شاء الله ان شاء الله تتخطب وتتزوج يا سميرة وتريحينا باذن الله تعالى. شايفين البعض هنا هياخذ قرار حاسم، هياخذ قرار حاسم، يعني القرار ده هيكون فيه خير ليك، فيه فرحة ليك. انت هنا منتظر رسالة او منتظر مكالمة، تفكيرك عمال تفكر منتظر امتى الرسالة هتدي لك، امتى المكالمة هتدي لك، منتظرها بفارغ الصبر المكالمة او الرسالة. قدامك خطوة واحدة وهتدي لك الرسالة، ممكن ساعة ممكن يوم هتدي لك الرسالة. بس انا شايف عندك دين بالك مشغول بيه، عندك دين عايز تسدده، او انت مداين حد ومستني الدين دي يدي لك. في ناس انت مش مسامحها خالص، ناس اذتك، ناس كسرت قلبك، ناس غدرت بيك مع انك انت ساعدتها وقفت معاهم، بس الناس دي مش كويس، عرفوا يأذيكم الصراحة، عرفوا يأذيكم، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر. السحر اللي عندك تعبك جدا. انتوا ماشي يعني هنا روحانياتكم عالية، الحاجة اللي تحسوا بيها بتحصل، أحلامكم بتتحقق معاكم، عندكم روحانيات عالية بتشعروا بالأشياء، بتشعروا عندكم إحساس عالي. يعني شايف إن أنتم حاسين فعلاً بطاقة الحزن وبتحسوا بالحاجة قبل ما بتدخل عليكم أو قبل ما بتيجي عليكم. بلاش تتكلموا كتير وبلاش تتكلموا مع حد كتير، اكتموا أسراركم. انتوا عندكم ماشي كمية صمت، بس حاول تخرج، حاول تطلع، حاول تغير المكان اللي انت فيه، حاول تغير الطاقة السلبية اللي عندك، ما تخليش تسيطر عليك اكتر من كده. شايف ان البعض عندكم هنا حتى نفسه مسدود على الاكل، ما عندوش اكل، ما تعبان، همدان، مخنوق، مع ان انتوا بتحبوا الاكل شديد، بتحبوا الاكل جدا، بس بقدوش تاكلوا زي الاول، وبشرتكم تغيرت. شايف يعني دايما مشاعركم قوية جدا. شايف برضو ما شايفش الضحكة في وشكم، مع انكم ما تحبوش النفاق، ما تحبوش الكذب، ما تحبوش الغادر. في باب كان مقفول في وشكم، الباب ده هيتفتح قدامك خلاص، الباب ده هيتفتح وفي فضل من عند ربنا، وشأنك هيعلى، هتوصل لطريق لآخر الطريق، وشأنك هيعلى في إذن الله تعالى، في العمل، في الراحة، في السعادة، شأنك هيعلى بفضل الله تعالى. انتم ماشي في ظروف صعبة، انا شايف ان انتم في ظروف صعبة الايام دي، لكن ربنا ييسر امركم، ربنا ييسر امركم، وكذا حاجة تتفتح قدامكم وهتفرحكم باذن الله تعالى. انتم بتكرهوا الكذب والخيانة، عارف ماشي، لكن انت انا عارفكم ان انتم صريحين جدا وقلبكم طيب وبتحبوا الصراحة وبتحبوا الخير للناس كثيرة، وساعدتم ناس كثيرة، لكن هي ما ساعدتكمش، لما احتجتوها ما ساعدتكمش. شايف عندك برضه انت هنا طريق سفر، طريق سفر، الطريق دي قدامك فيه يعني حد داعم ليك، انا شايف حد يعني انت بسافر له، هو هيدعمك او هو طالب ان انت تسافر له، في فسحة او في شغل. بس خلي بالك ان انا شايف في حد عندك مسدون او تعبان، حد قريب ليك، ممكن والدة او والد، او حد قريب عليك تعبان ومسدون، محتاج دعاء او محتاج دعم او محتاج تقف معاه، انت زعلان عليه، شايف ان انت زعلان، ان شاء الله ربنا يفرد عليه باذن الله تعالى. عندك انفرادات حلوه قوي بعد الضيق وبعد الخنقه اللي حصل معاك وبعد الطاقات السلبيه، عندك طاقات ايجابيه، يعني خروج من الياس اللي انت فيه. شايف هنا بسم الله الكاشف، عندك هنا شايف عندك وكله، قلق وخوف،
يعني عندك كذا حاجة شغلاك، يعني أنا شايف عندك توتر، عندك توتر وخوف. الخوف ده خليك أنت شخص بتفكر 24 ساعة. شايفك برضه مش عايز تفتح أي حاجة مع حد، مش عايز تتكلم كتير، لكن في الوقت المناسب هتطلع من اللي أنت فيه، هتطلع من اللي أنت فيه. برضه هنا أنا عندك هنا شايف أبشرك، أقدر أبشرك بموضوع حمل، حمل أو أطفال، لأن أنا شايف في طاقة أطفال بإذن الله تعالى، في طاقة أطفال قريبة خلاص، في منكم حامل وفي منكم منتظر الحمل، في طاقة أطفال بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك إن أنت هتطلع من اللي أنت فيه، حاول تهدي نفسك وتخلص من السحر، السحر اللي عندك، السحر اللي عندك، حاول تخلص منه، هو اللي تعبك، هو اللي عامل لك تعب في الظهر، هو اللي عامل لك تعطيل، هو اللي عامل لك وقف، هو اللي عامل لك مفيش خطوبة أو ارتباط مكتمل معاك، هو اللي تعبك جدا السحر. وإن شاء الله في آخر الفيديو هديكم العلاج بإذن الله تعالى. الوضع هيتغير معاك يعني بحاجة كبيرة جدا، هيتغير معاك، بس خلي بالك واحذر، احذر من الناس اللي حواليك، واكتم اسرارك، اكتم اسرارك. على شايفك انت يعني متوتر او عصبي، محتار من التفكير، بلاش الكلام قدام الناس، وبلاش اللي على قلبك يكون على لسانك. مش كل الناس اللي بتحب لك الخير زي ما انت بتحب لهم. البيبان هتفتح قدامك باب الخير وباب السعادة وباب الرزق، منتظر مال دايلك بإذن الله تعالى، دايلك مال بإذن الله تعالى من حيث لا تحتسب. شايف عندك أحوالة، الأحوالة دي ديالك يعني فيها مال، انت مسلف حد او حد هيديك مال، او أحوالة ديالك او دايل دايلك، لان انا شايف في مال دايلك بإذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أنت بتشتري منزل أو بتشتري سيارة أو نفسك تشتري سيارة، لأن أنا شايف في طاقة مسكن جديد أو طاقة بيت جديد هتشتريه، بس أنا بس شايف إن أنت بتكمل مبلغ من المال أو بتجهز مبلغ أو مستني رد وراح تخلص. في هنا أوراق عندك في المحكمة، أوراق بتخلصها في المحاكم أو قضايا بتخلصها، هتخلص بإذن الله تعالى، وهتحصل للي انت عايزه في الوقت المناسب، هتحصل على اللي انت عايزه في الوقت المناسب خلاص. هانت هتحصد الخير اللي زرعته، هتحصد الخير اللي زرعته، هتاخذ الطاقة بتاعتك هتاخذها، بس انا عايزك تبعد عن الطاقات السلبية، الطاقات اللي بتجيب لك توتر، اللي بتجيب لك من وراها المشاكل. انت ساعدت الناس لكن وقعتك في المشاكل، وقعتك في الضرر، هي اللي أذتك وخرجت منهم، فبلاش تقف مع حد ما يستاهلش ان انت تساعده، ما يستاهلش ان انت تدعمه، على شايفك انت بتيأس كتير. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا، ربنا ينديك، ربنا شايف شأنك هيعلي في المال وفي السعادة وفي الفرحة بإذن الله تعالى، داخل على سعادة، داخل على أيام حلوة، بلاش التفكر، التفكير الكثير والتوتر، داخل على سعادة بإذن الله تعالى، داخل ربح على المال، من رزق مال، فرحة، شراء بيت أو شراء سيارة، الحظ عالي عند لقاء مع حد، اللقاء دي في خير، في فرحة، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رسالة ديالك، رسالة فيها فرحة ليك، فيها سعادة، أنت منتظرها بإذن الله. بس خليك تكون هادي، علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة، شايف في بشرة بمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية، شايف في بشرة بمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي أذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك وهيردعوا، لأنك يطلبوا منك السماح، لأن أنت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي، ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي أنت بتعمله مع الناس بيديلك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيديلك العكس. شايف عندك صلح أنت وحد عزيز على قلبك، شايفك هنا برضه زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان مخنوق متضايق، قلبك مكسور حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الكاش. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف. بتقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني، عندك دعوة بإذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، هم اللي غدروا بيك، اقرب من ليك هم اللي غدروا بيك، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك بإذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك، الناس الحقودة، الناس اللي عايزة تأذيك، عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك بإذن الله تعالى ناجحة، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح، بس عندك اصدقاء خبيثة، اصدقاء حابة توقع في شر اعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا نوع على السفر، نوع على السفر خارج البلاد، مستني دعم او مستني لقاء مع حد او مستني مكالمة، شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة، في حد هيساعدك وهيدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تاخدش حدا من حد، خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا، فخلي بالك، خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بيحاول يأذيك، بيحاول يطعنك، بيحاول يكسرك، بيحاول يأذيك. خلي بالك، انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه، الشخص ده مسدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده، ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله. شايف هنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال، بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر، او عايزك تنتصري. سيب كل حاجة على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة، المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هادي الايام دي، هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لان شايف شخص مقرب لكم، فخلي بالكم وكون حذرين. بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك او طالع من بيتك مش كويس، انت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحه، في فرحه في ارض بيتك، عندك انفراجات حلوه باذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى، عندك ما كنا ممكن نقول فرحه، ارتباط او زواج او عرس لاحد قريبك في اهل بيتك، يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحه بقدره الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي داي خارج، ما فيش حدا قاعده معك مكتمله، ان شاء الله دايلك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كثير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب مليك، ربنا هيعوضك بإذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة اللي داية شايف هنا وانتبهي، الفترة اللي داية عندكم خير، عندكم السكة فاضية، عندكم خير، عندكم السكة فاضية، حاولوا إن أنت تكسبوها.
حاولوا انتوا تكسبوا هذا السكة. انتوا حاسين ماشي ان الامور معقدة امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوة، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشة في المتزوجين، مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقة، ضيق، نفور، واكثر حاجة المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه مرتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في الم في العمود الفقري، والم في الرجلين، وزيادة الصداع، وزيادة التعطيل والنفور في الزواج. هذا من السحر. السحر كما قلنا يا أحبابنا في الله من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين، شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب، إن شاء الله فيها صلح بمشيئة الله تعالى. شايف هنا في محاكم أو في قواضي بينكم وبين حد او حد معين، لان شافكم بتخلصوا هنا، عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى، عندكم محاكم. شاف هنا في رزق ديكم وبشرى بفضل الله تعالى، فيها فرحه ليك. شايف هنا في غيمه على وشكم، الغيمه دي في تفكير، في غيمه، في تفكير، في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول لي يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله في خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة اخواتنا في الله، الرجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خذ اللي طابق ليك احبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف انها تتفتح قدامكم ببان حلوه، هيكون فيها سعاده، فيها سعاده، فيها فرحه، يعني في راحه بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا ييسر امركم، ربنا ييسر امركم وهيكرمكم، هيكرمكم باذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليؤس، طلع الإحباط، طلع الضيقة، طلع الخنقة، طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم مسببة لكم الأزمة والحيرة، انتم هتحلوه، هتتحل، هتتحل بمشيئة الله. انا يعني شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه، لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت. كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك راح تتفتح مره اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيره جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقله، فيه الراحه ليك، فيه السعاده. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحه وفيه السعاده ليك باذن الله تعالى. هتشتري، هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجك باذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحه وفيه السعاده ليكم بمشيئه الله. خلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا يا احبابنا في الله اللي عندكم، كي تفتح معاكم الابواب، لان السحر عاملكم طاقات سلبيه كبيره جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم، مش كل الناس اللي تفتكروها احباب ليكم بيحبوكم بيتمنوا لكم الخير. كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم، يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حاجه للناس دي، اذيتك ليه، سحرتك ليه، هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم، مش حابين انت تكون متقدم بخطوات عنهم، مع انك انت ما اذيتهمش، ما عملت لهمش اي شيء، قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قرين داخل القناه، جميع العلاجات، واللي حابب يتواصل معنا مع الشيخ يوسف الرقم امامكم واتس، يتواصل معنا وان شاء الله نكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاه جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا.